روح في روح، الله ما كنت اصدق باندماجك يا ارواح. اثر الغلا صدق احاسيس وجروح، لو مشاعر بين ذابح وذباح. تنترن ترن ترن، يقول ابكي على ما جرى لي يا هلي يا من هلي. ايه اسمع، نسوي لهم تحدي. تبغون نسوي لكم تحدي؟ يلا. ها انا زعلان زعلان يا طاهر. ليه؟ ليش كلهم الحين موجود ألف في البث؟ لو كل واحد منهم يكبس لين يمتلي الشريط اللي فوق قلوب كل الألف ذولي يطلع البث اكسبلور. مشكلة الجمهور عندنا الحين الساعة 4:30 5 يبسوا اكفيك. اذا جمهور عمان نايمين الوقت هذا الله يصبحكم بخير. معك جمهور السعودية؟ اي والله عندي جمهور في السعودية. انت انا اول جمهورك، انا لست متسابق معك، انا اول جمهور لك. اللي طلعنا مخلد بيسوي بيحاول يفكر عشان فقره. ها هذا يقول المخلد بي. يقول وانا بنجدنا من لون جنت الواحد. تذكر جنت الواحد على طول. وين رايح؟ وين رايح يا راس غليس؟ شوف اتي بسيفي والخنجر. يا اخي جلس داخل حرب. بيع من يشتري حلمي ومواويلي، حلمي ومواويلي. تعال برا برا. ينطيني قلب الخلي وياخي السهر ليل. قلبت كان عليك. ها؟ وين رايح؟ تعال. مسموح مسموح. لما تلاقينا على سفح رامة وجدت بأن بأن العالم اللهم لك الحمد. سلموني على اللي رحل. الله يا هالي عمان أحبكم أحبكم. حب طاهر سكن بالقلب وما رحل. الله 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 اكبر. عقب ما كنت فانس تركي قويزي. اهلا ارحبوا ارحبوا. يلا حيهم. هلا بالجوارح. ارحبوا يا الجوارح. يلا حيهم. قلبتها كأنك ذاك مسلسل عرفته. ها يا راس غليس. ما في قاعده هو من وراء. دقيقه تا 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 دقيقه. ما في قاعده من وراء. تا تا طاهر ما في قاعده من وراء اللي تم تلزق بالحديده. لا ابشر شعرك اطلع من نجيب هالك درانك يعني. دقيقة. لكن تبينا نسدح انت؟ لا لا مو كذا. والله يا تركي انت يلا تشوف حطيتها في الارض. لا لا امشي. خلي خلي الصوت ينكتم. الصوت ينكتم. تعال هنا. وين يا سطر؟ ها؟ سيبها لا يطيح. ها. تعال هنا ها الحين وقفوا. انت ليش يا تركي قول شي تبي تجلس؟ ها. تعال هنا وقف الحين. تعال 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 بين اللاب. تعال بين اللاب. اي نعم تعال هنا. تعال تعال بين اللاب. شفت؟ كامل. تعال صد صد. تعال صد صد. ارمي ذا يا غليص. تعال 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 هنا تعال هنا يساري. تعال هنا عندي. شوف كذا كويس. شغل شيله. لا يشغلون شيله. يلا حصلنا صدفه شو منه. لا وش شغل شيله وكلكم تغنون؟ غنوا. اطري اطري يلا. غنوا. علموه ان الفناجيل مشروبه. 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 لا 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 يا لا العيال غنوا حلقيت الارض مايله والله اني لا لا. عشان كذا انا ثبت الجوال اول هناك. لا بس بس يعني كلها ناوي البث كله لعب. لا احنا يلا نشوف ورجلنا توجعنا يعني مبهور من تحت كله تعبانين. يلا يلا تركي كنك نص شابور. يلا وعلى عين موليتك وطلاش مولية. جسر الحديد انكسر من دوس رجلية. وعلى عين موليتك وطلاش مولية. جسر الحديد انكسر من دوس رجلية. ويا عيال والله غنوا غنوا معايا الله. يا ولد غنوا مش فيكم كذا؟ من مش كبشوا شيروا أتوا وكملوا بس كبشوا شيروا. ما بيصير كده يا حلوين والله نزعل منكم. ليه ليه كبسوا شيروا
ما اعرف ارقص ذي حقت ذا يا تركي. وش؟ ما اعرف ارقص انا. وش؟ يا هلا وسهلا بالمتابعين. هلا. اخر واحد قولها غير. جمع عدد بالسلاي. انا استاذك انه جماعه. جمع عدد بالسلاي بس. صوتي كبير واضح. ما في الا صوت عالي وطاري. شيروا شيروا البث كبسوا شيروا البث يلا اوه كير عم اشتغل الديره كلها كيف عاد صلال وين الدعم وين الامور الزينه وين لا تقصروا معطاه وين الدعم وين انا احترت احترت ما ادري وش اللي شوف هذه هديه الطاهر انا والله يا عم سالوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتيب على قلبي وعلى ايدي تررم تررم دقيقه دقيقه قول وين لاقيها اول شيء اذا انت رجال دراب رشيت صح قول وين لاقيها تعقب دولاب برشيد قل لا تعقب بعد مره ثانيه برشيد حطه في دولابك يا جد تعقب انت وياه بعد وين لقيته تدري وين لاقيها لاقيها طايحه في الشيب اللي قدامنا البث مش طاهر ما اي والله البث الجميع قلت له ادري انا ضل بيتكلم شيء ويسال عن الشباب امور طيبه خلاص خذ شوي اعطيها بنجاوب على كل خله معك خله معك الحين بالله لك كبس وكبس اقسم بالله وجلاله بدا يا ابو تركي فدا لو انا فدا ما خذيتها من عيني وانا اشوف يا رجل يوم اسح يوم اقول لك فدا تحسبني بعطيك اياها باخذها منك شوي الشباب والله تعبانين واللي نايم طيب راح طاهر ميم طاء رمز العطاء طاهر ارحب يا ميم طاء انا السلطنه مترقبين تعطيني وقتك دقيقه مترقبينكم في النهاية تعطيني وقتك دقيقه ثواني لكم انتم بعد لما اقول لكم تبون طاهر يسولفكم وانتم تسالونه ويسولف لكم او تبونه الشيء الثاني تبون جاوبوا عشان اذا كذا تسولف معه وتاخذ تعطي واحنا نقعد كمبارس لا 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 لا, لا من حق لا يا اخي يمكن بعضهم عنده افكار وذا يا اخي من حقك يا اخي اعرف انا بقول لك الاربع ايام يا اخي يمكن احد يعطيك فكره يعطيك صح وين اسد مها ما ادري موجوده ادري اني بروح انا اصلا وين بتروح انت شوفهم دقيقه جاوبوا لب قلوبكم تبغون تسولفوا مع طاهر تسالونه ويجاوبكم ما ويلي انطيني قلب الخني ابو كقر انا عيوني ما اشوفها شباب يسالون عليا شوف تبون نسولف كلنا تبون اللي تبون يا اخي البث بثكم مش بثي انا بغض تعال في احد يبغى يوصل لك رساله والكل, والكل يبي سلام كلام. اجلس اجلس انتم ما تشوفوا شيء انا بشوف الرسائل حتى يعطوني كلام معك انت بس ما فلسك كير تبون موقف مع مين انا عندي موقف مع الشباب كلهم ابكي على ما جرى لي اهلي وي ما شاء الله انا البث تمدد للساعه 7 صح ما ادري والله لا لا ما مدده تمدد والله ما ادري ما اذا مددوه فترى الشكر لله ثم لي لاني انا اللي طالبت به وانا الوحيد اللي تجرى وطالبت الباقيين جات مربكة يوم شافوا ابو سلطان ما دروا ان ابو سلطان اول ما دخل يقول ابو تركي تكفى حاولك ما تكثر الكلام معي انك تحرجني اي واضح ابو سلطان قال لي حتى يوم وقفت جنبه يناظر فيني يقول عبيس كنت طويل ولا انا درست قبل اسبوعين يوم جاص كوجك في الباب هذاك قبل ما نعرف بعض موقف مع رشيد لما طلع منه لما طلع استبعاد ولا لما طلع استبعاد البقى البقى يا مرحب صد صد البقى انا كنت داخل اطلع اللي في قلبي ابكي داخل الغرفة أنا أظن الرجال قد طلع برا اللي الرجال استغرب فيه قدامي ضمني ضم وقال أصبر أمور طيبة كلها 10 أيام وراجع لك رشيد رشيد أبو عقاب غير شو يقوله اليوم صد صد جبر رشيد وبداح مشعلين ما شاء الله ربي يسعدهم أيوة صد صد تعبان لا سلطان ها استغفر الله اي والله درجه الحراره امس اقسم بالله لبى قلبه طهوري امس بعد طاهر تعبان وحتى بغى يوديني بس عنده برايم
درجة الحرارة عندي وصلت 40 ولله الحمد، تجاوزت المهمة، باقي بس اللهم نحلقيه بس اللي يجعني وذا، لأنها دخلت جاتني حمى داخلية. تعرفون الحمى الداخلية؟ كله كله والله. أنا بخبركم الحين والله كل الشباب مبروك جان عقد ذهب. أهلا النوادر، لبى قلب النوادر. يا راحي ما تشوف شر يا رب. ادعو ادعو للشباب، الشباب كلهم موجودين، واللي ما شفتوه في البث أعرف أنه تعبان شوي وعنده ظرف. الله يسلمكم بقلوبكم، أعلوكم تدرون طاهر، لبى قلوبكم يا أهل السلطنة. تدرون طاهر أنا بيوجهك من أهل السلطنة. يلا وانا تدري ايش كان تناوي يقول؟ أنا أوجه من هذا المنبر إلى جمهور السلطنة وجمهور السلاطين وعيال مظفر، مترغبينكم في النهاية ما نطلع من هنا إلا بمركز بإذن الله، وقفتكم ودعمكم نأتي مراكز مش مركز. والله تستاهل يا أبو عيد، لب قلوبكم الهمة الهمة يا عيال مظفر وأهل السلطنة. والله تكفون يا أهل عمان، طلبكم ولدكم وأنا أطلبكم معه من ذا الحين، تكفوا لي رجع طاهر لو معه واحد من المراكز بإذن الله. والله إني متأكد فيهم وبالي بعيد معه. وبعدين قولوا لا إله إلا الله، اللي ما يقدر يصوت يعني بالتصويت المادي أو التصويت ذا النشر والتصويت اللي من جوجل، انشر لا تخليها كلها. ترى التصويت لو بقل شيء ترى يفرق، صوت واحد يفرق عشان تكون في الصورة. جماهير جماهير من كل مكان. والله إني جالس اليوم والله حلو بقلب يسال أنا بعينك يا سو طاهر إيش يقول؟ يقول إن شاء الله ما دام معي محبين من السعودية وربعي أهل عمان، يقول الله إن شاء الله ما رجع له معي واحد من المراكز. رجال والله إني متحزم ما. وإن شاء الله نكلمة هذه سلطنة سلطنة كاملة، هو ما قالها إلا هو واثق من نفسه بعد الله ثم ثقته فيكم، ولا بصعب عليكم ما تضيق العرخوم ولا بنساعد. خير أسمع عندي أرض بدون صك أقدر أبيعها حقت الشيبان، خليهم يبيعونها وأبيعها. أسمع وإذا جاء بعدها بشهر عادي أرجعها، بقول ما عليها صك. كفاية محبتك أنت يعني والله فداك. خير سطام لب قلوب مع الأرض الثانية اللي عندك. سالم باوي يريد أسد. لا 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 فايه إذا حد بيعطي أسد يلا بسم الله. وين دعم وين الدعم وين الدعم؟ شوف إيه الباب يدق ولد وين إيش اللي ده نبي عليه هادي على ابن هادي تعبان ونايم. من والله لو كانوا موجودين كلهم في البث بالله وش رايكم؟ لكن والله ما حد موجود هنا الا وش رايكم فيني انا تعبان من العصر شايل البث الان نحن الثلاث. والله اقسم بالله العظيم اليوم احبكم الله الذي احب احبكم الله اشكر نفسي اليوم. ارحب يا محمد بعوين هذا من هو؟ هذا ولد اختي. ارحب يا ولد اخته. نعم حي ولد عيني محمد بعوين، جعلها يمنا ما تعطب، اجمع الدراهم الشحب للنهائي ما عاد بقى لها 4 ايام، جمعوا كلش، بيعوا الغنم بيعوا البل وبيعوا اللي عندكم. طاهر يرجع لعماله مع مركز يا محبينه من كل مكان. الشباب كلهم موجودين واللي نايم واللي تعبان. شد الهم هنا في دخشونكم. شدوا شدوا. أول قصيدة إذا رجعت عمان طاهر شو تقولها؟ عمان يا طاهر بك تفتخر زود. إيه. قدين وشي؟ ريحة المسك. ريحة المسك. تهديك ريحة المسك وريحة العود. ريحة العود. الأيام اللي مضت كلها عياد. الأيام اللي مضت كلها عياد. واليوم ذا بيننا فرحة زود. بني مظهر. تحياتي وأشواقي إليكم يا بني مظهر. يقول معك أمانة والله الله فلا مان. استعطني قلبك اللي وسط. وين وين؟ وين الأسد؟ نبي أخ. لا هذا مو بأسد. هذا دوده في ظهر أسد. كذا. نادر نايم من نادر. بالله إذا. والله ودي لو كان موجود كان جبته. قل لهم الأسد ذاك يوم يوم أنا وياك تحت البث كيف يجيك؟ ها؟ أيوة لا أقوى أقوى يوم تشد وجهك. فادي ما أدري. حلي تعب. ماك تعبيش. نجم قلوبنا نواف. والجميع نجم قلوبنا وعلى بنادي نجم قلوبنا. إيه قد أنا كاتك. صد صد أغمس قالتك أغمس أغمس إيه. لا النفس تقبل ما ما سمعتك شو قلت؟ مثل ما تقبل النفس تقبل مثل ما تقبل الخير. طيب تغمس صد لو أن النعم مستديمة غمست له
وقام الزلي ضحكت له على اللي ضحك لي كبسوا 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 طاهر بكره اذا طلعت بحلك نعيم المقدم بحلك كذا رقم 4 بخيازيه كذا خفيفه مثل ما قلت اسبق انت ما لقيت عندهم يجيبوا لي صبغات خضر زرق حمر ابي شقره زيك والله العظيم تدرون من اول برنامج اني ابي اصبغ زي صبغه طاهر جيت كم حلاق يحطوا لي اشقر غامق ما يحطوا لي نفس طاهر انا اللي علم مش اشقر هذه طبيعتي اي هو طاهر ما شاء الله اصلي بس انا ما لقيت نفسي سلطان بروك الخطوب الله يبارك في ايامكم من يزوجني انا خطب خطب ابي واحده موظفه وحلوه وابوها تاجر عشان يعطيني يلا ابني بها بيت انا ويا بنتي ابى قلوبكم بها اليمن والله ابشر اللي بيتزوج اللي بتزوجني تبشر بالضحك والوناسه والحب والاحترام والكيان ودلعها وكل شيء ونسهلها افتح افتح طافي مايك كمان يا افتح مايك يا رجال من يوم طافي انت انت عشقه نواف عجابو نواف عجاب نايم يا الربع لبى قلوبكم لا تسألون عن احد ما هو فيه انا ما اقدر جمهورهم هذا جمهورهم جمهورهم داخلين عندي ويسألون عن الشباب لازم ارد عليه اي لا بس انا يمكن بعضهم راقد وحنا ما نقول راقد ثم نعترف عليها نجيب العشاء احبك من المهرة يا هلا وتزعل وتسعى في دبور الحقيقة هاتها اه الخفيفة هاتها والثقيلة خلها انت رجال الحريم علي بن هادي نايم تعبان يا لب قلوبكم يا اهل السعودية يا لب يا اهل السعودية اللي يحبون ولدنا تكلم عن حسن مربع له ما رجع ما ادري والله طاهر تراك فخرنا والله السلاطين يا السلاطين اسمع الصوت اخر الثواني قول لهم دولة لها خلاص ما اخر الثواني دولة لها سيفين الخنجر شعار حاشا علمها تخلي ولدها الله اكبر هي منتظريكم في النهائي يا سلاطين والله لي كفو جمهور السلطنة والسلطنة من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها نريد نثبت لهم قوتنا علموها الفنان انا جهل مجروبه انا بروح اكل علاجي يا طهوري والشعار وسيف اخر دقائق قدر ودك تسولف مع احمد توجه لهم رساله صح والشعار وسيف طاهر والخنجر رحمانيه طاهر اسمعني لبق باقي باقي دقيقه خلوني معهم الحين دقيقه عادي خذ معك لي اوه على طول ابشر اسمع خلوني معهم دقيقه طيب دقيقه بقول لك حاجه دقيقه بس يخلص ابغى اقول لك حاجه انا ابغاك تقول كلام حلو جميل يصورونه المتابعين كذا في احد من جروب دعمك ينزلونه في تويتر حلو عشان اللي يسوي منشن وهاشتاج وحركات عشان يوصل لان بعضهم ما عنده توك توك طيب فهمتني؟ طيب لبى قلوبكم ولا اوصيكم تكفون يلا وداعا الله يحفظك السلام صبحكم الله بالخير يا جمهور السلاطين وجمهور السلطنة جميع الجماهير من كل الدول العربية اشتدت المنافسة وتأهلنا إلى النهائي وأنا منتظر وقفتكم ودعمكم لي منتظر وصلنا إلى النهائي وهذا شيء كبير وشيء أول أن أنا أشكر الجمهور اللي وصلني وأشكر كل من صوت لي في أي مواقع التواصل الاجتماعي لبى قلبك يا محمد نشكر كل من دعم وكل من صوت ومثل ما قلت لكم دولة لها سيفين والخنجر شعار حاشا عليها ما تخلي ولدها اي والله اني متحزمن بالسلاطين ومتحزمن بجمهور السلطنة ومنتظرينكم ومنتظرين ناخذ احد المراكز باذن الله لان عند السلطنة ويحفظكم يا رب والله إني بدونكم ولا شيء ما وصلنا إلى هذا وما وصلنا إلى هذا الوقت وما كملنا حتى وصلنا 85 يوم بدون ما ندخل براي بدون ما ندخل شيء إلا تصويتاتكم وبدعمكم وبكلامكم الراقي وبكلامكم اللي يحفز الواحد حتى لو كان تعبان إنه يطلع في البث عشان جمهوره وانا والله اني احاول قد ما اقدر
نحاول قد ما اقدر اني ما اغيب عن البث، لكن والله الظروف مرات تكون ضدنا، وانتم تعرفوا الحين الاجواء عندنا بدت تتغير وبدا الجو يكون بارد، يعني تغيرات اجواء، لابد واحد اذا تعب يستريح شوي، لكن نتمنى انكم تعذرونا باذن الله، نتمنى ان ما قصرنا معاكم. ابشروا على خشمي، والله اني لا بوصل الرسائل كلها للشباب. علموها الشباب تعبانين شوي مثل ما قلت لكم، وصلنا الى النهائي، والنهائي يوم السبت، والاحتفالات يوم السبت، وبدعمكم ووقفتكم شيل اللقم من هنا. والوقت خلص، ونتمنى انكم تعذرونا، ولب قلوبكم والله العظيم. وانا اقول لكم دولة لها سيفين والخنجر شعار، حاشا عليها ما تخلي ولدها. استدعناكم الله الذي لا تضيع الديع. خلص الوقت ولازم نسلم الجوا. يلا خلص الوقت، ها بروح حتى هناك لما يطفي الجوال اعطيهم. الله يوفقك، الله يوفقك. امين امين. الوقت خلص، بروح اسلم. والله ان الوقت خلص، واعذرونا على التقصير. ابى اسلم على الجميع باذن الله. بقلبك يا محمد باذن الله، باذن الله بنكون حاضرين في البث اليوم حتى لو تعبانين، لكن عشانكم. النوادر موجودين في كل مكان ما شاء الله، وجمهور المحيط وجماهير الشباب كلهم. يلا استدعناكم الله.